شهد الملعب الرياضي إدريس محمد أويا اختتام بطولة الدورة المدرسية لعام 2019-2020 التي نظمتها مندوبية الشباب والرياضة وترقية ريادة الأعمال لمدينة إنجمينة، حيث جمعت المباراة النهائية للبطولة بين ثانوية وليا وإعدادية قاسي، وانطلقت المواجهة بشن فريق ثانوية وليا الهجمات على مرمى إعدادية قاسي، ونتج عن هذه الهجمات تسجيل الهدف الأول في هذا اللقاء. وعاد فريق وليا قاراته ليحرز الهدف الثاني في الجزء الأخير من عمر الشوط الأول، وواصل لاعبو ثانوية وليا التهديف حتى انتهت المباراة بأربع أهداف نظيفة، وتوجت بذلك ثانوية وليا بكأس البطولة، بينما توجت إعدادية قاسي بالمركز الثاني. مندوبة الشباب والرياضة وترقية ريادة الأعمال لمدينة إنجمينة مدام يوسف ني راماجي أشادت بجهود اللجنة المنظمة لهذه الدورة، وقالت إن الرياضة تلعب دور كبير في مجال صحة الأطفال وتعليم التلاميذ على روح التكاتف والتضامن وكذا المثابرة.